أنا صاحب البيت اللي نزل فيه الصاروخ، نايم أنا ومرتي وأولادي بأمان الله، وحدة وربع بالليل بينزل الصاروخ بقلب بيتنا، بيسحبونا من تحت الردم، مرا والأولاد الله بعد اسمه ينظر لهم بالشفاء. لأيمتى هالسيرة هاي؟ ما بخافوا الله؟ ما بيقولوا هدول مدنيين عزال قاعدين ببيوتهم بأمان الله؟ شو هالحالة هاي؟ ما في من يطلع على البشر؟ Hey, how is it going?